بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن المجهر الإلكتروني، الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الإلكتروني النافذ. في الوقت الحالي يوجد نوعين من الميكروسكوبات الإلكترونية: الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والميكروسكوب الإلكتروني الماسح. في هذا الدرس راح نتطرق إلى الميكروسكوب الإلكتروني النافذ. هذا النوع من الميكروسكوبات يستخدم تطور كبير جدا في التصوير، ويستخدم أيضا لدراسة التراكيب الدقيقة جدا في الخلية وعمق الخلية أيضا. فالميكروسكوب النافذ يعطي قوة تكبير عن طريق العدسة الشيئية والعينية، وتقريبا تتراوح ما بين 500 إلى 1500 مرة، طبعا والتي لا تتيح دراسة التركيب الدقيقة لمكونات الخلية. لكن الميكروسكوب الإلكتروني ينتج ذلك، حيث يستخدم حزمة معينة من الإلكترونات ذات سرعة عالية جدا، يتحكم فيها نوع من أنواع العدسات الكهرومغناطيسية التي تتمكن من الحصول على درجة كبيرة من تحليل الأشياء طبعا، حيث تصل قوة التكبير في الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حوالي تقريبا 1600 مرة، عفوا 160,000 مرة. ويمكن تكبير الصورة الفوتوغرافية التي يتم الحصول عليها إلى مليون مرة. وبذلك تمكن العلماء من رؤية أشياء موجودة بالخلية لم يتمكن العلماء القدماء من معرفة هذه الأشياء من قبل يعني. وأيضا الميكروسكوب الإلكتروني النافذ يتكون من حجرة تفريق وعمود إلكتروني يوجد فيه القذيفة الإلكترونية التي تقوم بتوليد حزمة من الإلكترونات على مستوى الذرة. هذه بالإضافة لوجود جهاز ضوئي يوضح صورة التراكيب الدقيقة على لوحة تصوير أو شاشة فلورية كبيرة جدا طبعا. وتختلف هذه الأجهزة من التطور والحداثة في هذا العصر. وأتمنى أنكم استفدتوا من تعريف بسيط على هذا الجهاز المهم جدا في استخدامه في دراسة المخلوقات والخلايا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم في نوع من أنواع المجاهر راح نتكلم عنه، وهو المجهر الإلكتروني الماسح، في الدرس القادم إن شاء الله.